ثانويتك فرقم واحد، أعرق مؤسسة للتعليم الثانوي بولاية العصابة. فمنذ ما يزيد على 40 عاما بدأت عطاءها التربوي الذي ما يزال مستمرا حتى اللحظة، واليوم يرتادها ما يناهز 1500 تلميذ موزعين بين شعب الرياضيات والعلوم الطبيعية والآداب العصرية. بالنسبة لي أنا سجلت بداية السنة، رسالة طلعت تبارك الله دراسون جبرتهم إن شاء الله متوفرة، وجبرتهم اللي جو الدراسون وجو التنافس، والعساتذة ما لاحظت عليهم غياب ولاحظت عليهم نقص في المواد وذاك الشيء. ستيم تلاميذ ياسرين ونطلب الله إلى ياسرين تلاميذ ياسرين ومتعاجين حتى طوابل عطانهم في مناقصة من الطوابل. أستاذ كامل ما في مشكلة، كامل اللي طلعوا يا قيري ما فهمت شوي ما فهمناش بيك اسمي يوسف من تلاميذ. ما شاء الله من بداية الافتتاح الرسمي نحن ما شاء الله نطلعوا بصورة منتظمة، الأساتذة متوفرين وبأحسن حال والدراسة بأحسن حال، ما عندنا مشكلة في الانتظام ما شاء الله. بالنسبة له متحولة من مدرسة 50 كيلو من ولاية العصابة، جاينا عدل سيزيا ست يوم أربع جيت هنا سامع عن مؤسسة إن شاء الله سمعتها زين وأنها ذلك راية. تحظى شعبة العلوم الطبيعية بالنسبة الأوفر من تلامذة المؤسسة، الأمر الذي حتم على المشرفين التربويين تخصيص 4 حجرات لأقسامها النهائية. جاءنا الحمد لله هذا العام على أحسن ما يرام، أجبرنا قدر من المشاكل وهذا اللي قالوا الاكتظاظ، وعندنا نقص واللي أيضا في الطاقم التدريسي اللي عندنا قدر من الطلاب ولا أجبرنا له قدر الكافي من الأساتذة، وأساسا هذه هي أهم المشاكل المطروحة هنا، بالإضافة إلى الأمور الآخرين من هذا اللي قالوا المختبر. عندنا نقص كبير والله قاع شبه غائب في المؤسسة الكبيرة العريقة اللي قالوا المختبر الأقسام العلمية. إقبال التلاميذ على التسجيل في ثانوية كيف العريقة التي واكبت العام الدراسي الجديد منذ بداياته خلق ضغطا نتجت عنه حاجة ماسة لزيادة الكادر التعليمي، بالإضافة إلى ترميم وتأهيل قاعتي المختبر. فعلا تم توزيع الجداول من قبل يوم الاثنين تقريبا ب4 أيام و5 قبل افتتاح المدرسة. الآن يوجد بها 17 قسم، هذه 17 قسم التغطية فيهم تكاد تكون موجودة، لكن ينقص في أستاذ الرياضيات على مستوى بالنسبة للخوامس وأستاذ العلوم، إذن وآملنا إن شاء الله في أنهم نحصل عليهم سريعا. على ضوء ما حققته الثانوية من نسب معتبرة في عدد الناجحين في بكالوريا 2022-2023، يرى القائمون عليها أن سد ثغراتها ونواقصها التربوية عامل باعث على تحسين مؤشراتها التعليمية. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة كيفة.